لأخبار النادي الأهلي القلعة الحمراء ونبتديها من عند هشام المقوض سفير مصر في الكونغو واللي حرص على حضور المران الختامي لفريق النادي الأهلي واللي أقيم في الساعات الأخيرة من مساء أمس قبل مباراة اليوم. عقد السفير هشام جلسة مع محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة النادي الأهلي في الكونغو، اطمن خلالها على كافة الأمور الخاصة بالفريق وطبعا الاستعدادات، وجدد التأكيد على بذل كل الجهود من جانب طاقم السفارة لتدليل أي عقبات ممكن تواجه الفريق المصري في الكونغو.